العائلة. جمهورنا الكريم، صحة فطوركم وصحة رمضانكم. إن شاء الله نهار اليوم يكون فات خفيف عليكم كما العادة. قعدت العائلة تلم حبابنا وحبابكم، وإن شاء الله تكونوا تفرجوا فينا في نفس الموعد يا ربي. كما ولفناكم الحصة تحكم، يرافقوني أحبتي وأعز الناس على قلبي حليمة ولامية. حليمة صحة فطورك. صحة فطورك بخت أختي، ولفتينا 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 ولفنا 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 الجمهور يبقى معنا. الله يسلمك. الله يسلمك. صحة فطورك بختها، صحة فطورك الحاجة حليمة، صحة فطورنا ضيوفنا اللي راهم معنا اليوم. ربي يخليك ويطول عمرك. وكما قالت الحاجة الزهوانية، تولفنا بعضنا بعض. انا عيبك وليت نفطر والله ونحوس ونتقلق باش نجي هنايا ونتلاقاو مع بعضنا البعض. والله العظيم الحمد لله ولينا عائلة. الحمد لله. الله يلمنا ان شاء الله. الله يسلمك. امين يا ربي. وكما ولفتكم قعدة العائلة، في كل حصة تستضيف ضيوف، وضيوفنا اليوم اللي جاونا وقبلوا الدعوة هو هواري القلب. مرحبا بك وصحة فطورك هواري. يسلم اختي، صحة فطوركم وصحة فطور كل المشاهدين والأمة العربية والجزائرية. وكم صحة رمضانكم وصحة فطوركم. الله يسلمك. والضيف الثاني اللي جانا وتشرفنا به هو صبان سيدي محمد المدعو حمي. مرحبا بك وصحة فطورك. بارك الله فيك. صحة فطوركم. الله يسلمك. وصحة كل الأمة العربية المسلمة، وصحة رمضانكم إن شاء الله، ونفوتوا هذا رمضان في الصحة والعافية إن شاء الله. إن شاء الله. مرحبا بك. الله يسلمك طول عمرك. أحبابي وأعزائي، إحنا في كل حصة قاعدة العائلة عندنا موضوع، وموضوعنا اليوم إن شاء الله قبل ما نبدو مع ليزابيتي تاعنا حليمة، موضوعنا هو السياحة في الجزائر. هذا موضوع مهم شويه، مهم جدا، من بعد نريحوا عليه ان شاء الله. ان شاء الله. هالو حليمه معنا هواري. هواري اليوم ما نطلقوهش هكا. صافي بليزير والله اني معاكم اليوم. حاجه حليمه بخت لامي اختي حمي، يعني اللي قاعد مع وهرد. الله يخليك. شرف لينا اللي رانا معاك. ربي يخليكم. والله العظيم احنا 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 كنا صغار شويه وكنا متتبعين تواعكم، واليوم رانا معاكم. والفضل كاع هذا الفضل يعود قناة الباهية اللي راهي تلم هاد الفنانين تاع وهران، وتلم اللي راهم غايبين كل ما نشوفوهم. نقول لكم شكرا لكم عبر الله. الله يسلمك. شكرا. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك. هواري خويا، بغيت نسألك. نعم. كيفاش يكون حالك في رمضان؟ لا مقلق لا مشي مقلق لا 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 والله رمضان عادي مع دوك دوك التويمات ربعه توام يا درك كبر شويه كي صار لك بول دروك. راه عندهم الحمد لله عام وربع شهور. الله يبارك. راه عندهم عام وربع شهور. العام الاول ما فوتش معاهم، ما نكذبش عليك، باسكو المراه راحت لدارهم. كي عارفه الام المراه من صعيب باش يعاونوها شويه، باش يعاونوها كاع شويه وقت نروح عندها، يعني نجي معها السحور نعاونها شويه. مي دروك لا، دروك راهم معايا يعني ماشي كيف كيف. دروك تفطر بلا اذان يعني ملي يقول واحد زوج عمرين عليك الدار. الحمد لله يا ربي. والله النعمه اعانه من الله تعالى، ما ننساهاش حياتي. يعني هذه اعطاها لي الله تعالى نعمه. وكما يقول لك في شهر رمضان نعمه، ربي يقول لك ما كانت في نعمه. ربع بنات، ثلاث بنات، ثلاثه وابن. وربي يقول لك من عند ربي اللي طاحت البنات واحسن احسن تربيه دخل الجنه. واه واه. كاش في هذه الهديه؟ الحمد لله. دوك دوك يقول لك الكره راهي عندي انا تقدر براسي. الحمد لله يا ربي. ان شاء الله يا ربي يكبروا بالصحه والدين. هذا ما نحوس وطاعه. امين يا ربي. والله العظيم انا رمضان ما ياثرش عليا تماما، لان كما يقول لك انا ما ندخن ما زعما. الحمد لله. الحمد لله. يعني كاينه غير حاجه انا ما نكذبش عليك، انا الماكله نعلق عليها. انا التعليق تاع الماكله، نبغي الماكله ما تكونش مالحه، نبغي الماكله ما تكونش صامطه. لا بصح طرحت لك سؤال. اه. لكن تدخل الكوزينه ولا دير المرشي ولا تعاون المراه ولا؟ بون المرشي ما نديرهش، بصح دروك الله غالب. دروك كيما يقول لك الظروف تحتمت عليا، باسكو راني كنت بكري عايش غير مع امك. مع امك. دروك راني مع الام وخطرات مع الزوجه. يعني كما يقول لك خمس ايام هكا، خمس ايام في داري. يعني دروك اوبيجي ندير المرشي. انا عارفك باللي مرضي والديك. الحمد لله يا ربي. وان شاء الله نقعدوا مرضي والدينا حتى نهار اللي نموتوا. مي كما يقول لك المرشي تعلمته دروك. صحت شوي فلفله ولا دير طابله. انا نبغي نقلي الحوت ولا ليكوت، هذا ما كان. ما نكذبش على روحي. نبغي الفريت 30 يوم. 30 فريت. واه فريت يعني 30 يوم كما يقول لك مربي عليها الولد، فطر من الزوجه والام.
ما نكذبوش يعني الماكله بلا فريت ماشي ماكله. كاع العائله الجزائريه. الماكله بلا فريت. كاع تاع الجزائريه كاع فريت. البطاطا هذيك زعما والله العظيم عندنا اسوار معها. وماعين نغسل. الله يبارك. باسكو عندها الدراري الله غالب. لا. حاجه بلا الله غالب. يعاون ورثه والله يصبر كاع والله العظيم. ما نكذبش. والله يصبر كاع. انا الزوجه مي كانت بالحمل. 9 اشهر فوتها غير انا ماعين الله يبارك والله يعني ما نكذبش على ما كانش كما الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام يقول لك كنت نعاون الزوجه تاعي نعم انا ماشي خير من الحبيب واه ها وانا صافي بليزي من نشوف الزوجه مريضه وانا نغسل عليها ونعاونها كما يقول لك وتدي حسنات الدنيا وما فيها ومن بعد تفريمي على الزوجه تاعك بلي انا غسلت مواعين بلي عاونتك بلي عاونتك هذه هي والزوج قال لي عاون زوجته ويعاون الام تاعها صافي هذاك هو الصح وتي كان في رمضان ولا دير البلبله لا ندير لومبيونس انا نبغي في رمضان نبغي نجود من العام اللي فات كانت ما كناش نصلوا في المسجد كنت نصلي بهم في الدار يعني ونطلق الصوت وكاع الله يبارك الله يبارك كنت نصلي بهم في الدار وكانت صامت معايا اختي كذلك في اللي نبلغ لها السلام لاخواتاتي انت يا الحمد لله كبير اللي لم توجور العائله الحمد لله يا ربي وان شاء الله نقعد معاهم توجور كيما هكا وكما يقول لك في رمضان الدار اللي ما يجيوهاش الضياف سواء رمضان ولا سواء ما يجيوهاش العائلات ربي يقول لك ما يدخلهاش الملائكه بصح انا شفتك في حاجه اللي نشكرك بزاف بزاف سام في ان كغون بليزير اللي شفتك تطلب في الله تعالى باش تعاون المحسنين الحمد لله الحمد لله ربي من يبغي انسان يخليه يدير الخير الحمد لله انت ربي دارك دير الخير الحمد لله وهذه حاجه اللي نقول لك الله يزيد لك فيها في مقامك اي والله شكرا الناس الطيبين اللي عاونوك وعلى حساب واش نشوفك في الفيسبوك اللي بدا مجند والبدا واقف نو صبا عليك الله يبارك واه دي بارك الله فيك وربي يبارك لك في دوك الوليدات شكرا انا والله الحاجه يعني انا نهار اللي كنت نبغي الدار العجزات نبغي الايتام اللي كنت صغير ونبغي ندير الخير لكن النهار اللي ربي عطاني هذوك التوأم ورزقني بهم وعاد زيد نجتهد في هذا العمل الحمد لله والحمد لله اجتهدت ماشي سهله باش تراضي كاع الناس يعني عبر الصفحه في التليفونات يعيطوا ما تبقاش كل يوم دير فيديو كل يوم في بلاصه يعني عندك عائله عندي خدمه وتلقى الانتقادات يعني ماشي سهله كاين اللي حاسبها سهله وكما قلتي انا نطلب الله تعالى وكاين المحسنين اللي يبغوا يديروا الخير والله العظيم بلادنا فيها ناس الخير دامك تخدم في الله تعالى الحمد لله ربي يفرح احيانا بختي اختي من ندير حاجه تاع خير يقول لك باللي راكم تتصوروا به ما تصورش غادي من بعد ما تتصور به غادي تلقى الناس اللي اكثر من اللي عيطوا لك يعني حنا غير باش الناس تعاوننا ونوصلوا الرساله ونكونوا وسيط بيناتهم ومن تدخل للدار وكاين الناس عمرنا لهم الديار يا ربي وهذا رمضان ان شاء الله بالك راهم يسمعوا فيا بالك راهم يشوفوا فيا يعني دخلنا نلقاهم ياكلوا يشربوا في اللاتي بالفطيره يتعشوا بها نفرحهم ونجي داخل الدار والله العظيم والله العظيم من نرقد نقول يا ربي لا بغى نموت نموت يعني ماشي سهله شو دير حاجه كيما هاك وتدخل دارك لاباس عليك ربي يخليك الحمد لله ربي يخليك كيما هاك امين يا ربي امين هذه كلش اعداء الشهر وكذلك ما من حاجه الحاجه الثانيه هذه نقول لك من الحاجه الثانيه من جنود الخفاء من جنود اللي يدير الخير دارت صوالح اللي عملتهم معايا واش الحمد لله اللي كنا برا درنا صوالح يا ربي ان شاء الله يتقبلهم الحمد لله كاع الجلاليل لبست ناس بحلاها اسمحي لي لميا انا هدرتها في حصه سابقه وراني قلت باللي هذا ماشي اشهار صوالح لي ما صوالح ليك حنا نحضروا على الناس اللي يديروا الخير باش ناس واحد اخرين عندهم يعني هذه يعطيك الصحه الحاجه تاع الخير يعطيك الصحه سالي زاختيست تاوعنا كاع بلا ما نسميهم واللي نحيي العائله الفنيه والله كلهم حنان يعيطوا مساكين ويسقسوا والله العظيم يديروا الخير سوا مرا سوا راجل يعطيك الصحه والله كاين بعض ماشي اللي عندنا بعض ماشي اللي يطيقوا عليه الحاجه كاين بعض الفنانين مساكين والله اللي يبغوا يعاونوا احنا مرينا فتره صعيبه تاع الكوفيد مساكين ما يقدوش والله اللي يدعونا ومن يلقاونا يقولنا صافي بليزير رانا غايرين منكم الحمد لله هذه تسوى تسوى علاه باسكو انا فنان يعني مره نحكي لكم هذه كنا في البحر
مريح انا وصحابي وبعد الاعضاء تاع الجمعيه قعدنا قاعدين شفنا بعد القاروره تاع الخمور شفنا الاوساخ قلت لهم شاشر علينا غدوا ان شاء الله نقوا قالوا لي نجوا ومن بعد نبحروا ونقوا والله العظيم بدينا نقوا عائلات صغير وكبير ولاو معايا ينقوا جاو عندي واحد كبير قال لي لاول مره شفت ولادي نقوا قال لي تعرف عليه قال لي باسكو يبغوا الغنى تاعك ويتبعوك يعني يدوا عليك هذه النظره باللي فنان بصح ينقي انا هذه هي والله العظيم الشعبيه اللي ربحناها من عند الجمهور ان شاء الله يا ربي بارك الله فيك الصحه بيان سيغ يعطيك الصحه هواري شكرا لميا بقى لنا حمي نشوفوا كي داير الحاله في رمضان حمي خويا بغينا نعرفوا حمي في رمضان كيش داير العقليه تاعه برا مع الناس مع لا فامي في الدار اسكو يتقلق اسكو ما يتقلقش يدخل الكوزينه كيما شي نعرفوا بعض من الناس من الرجال يدخلوا الكوزينه يتقلقوا مع نساهم بغينا نعرفوا برك حمي كيفو رمضان والله يا اختي العزيزه بالك غادي نفاجئك انا عكس بعض الناس وبالك اكثرهم كاع بالك لا ماجوريتي ولا انا جو سوي جاي ان تومبيرامون تري تري كالم في رمضان الله يبارك تما كيما نعرفوا هكا دو ناتور في رمضان ثاني كيف كيف تري كالم ما نتكلمش بزاف ما وكي الساعه مدام اللي تقول لي ديرها ما ندير يا با ما شاء الله الله يجعلها الله يبارك الله يبارك والله غير الله يبارك الله يبارك هذه جيب لي هذه صح والو جيب والو خلاص الله يبارك الله يكثر من تالي الله العظيم امين يا رب سا سي با ان ديفو سا سي دي كاليتي سي دي كاليتي سي دي كاليتي تري تري كالم ما شاء الله تدخل الكوزينه مع المراه ندخل الكوزينه مره على مره نحب مع المغرب نبغي ندخل نقلي هذه شباب ولاك هذاك هو لو شارم تاع رمضان هذاك هو هذاك هو نحس بروحي بلي راني شاركهم الله يبارك وتحيه للمراه الجزائريه بيان سور نحيو كاع المراه الجزائريه نحيوها المجهود اللي تقوم به سي با فاسيل سي با ماهوش سهل ماهوش سهل الكوزينه كان اللي يدخل من من 12 ولا من الوحده ولا هو هما يوجدوا احسن العون تخمم في كل شيء والدراري نقدروا نديروا حاجه بوكو با صافي بليزير والله صافي هذا هو الراجل لازم يكون لازم يساهم لازم هذا هو الراجل والفنان والفنان حيت كاين الفنان يرقد كاع النهار ما يعرفش كاع المنزل تاعو كيفاش راه صار فيها ما يعرفش ولاده وراهم عايشين ما يعرفش الزوجه تاعو اش راهي دير لان الفنان لا الفنان عنده هذيك يقول لك احنا دينا نفاجئوا بها يعني ونعرفوا الفن تاعنا كي داير يشوف مرته يشوف ولاده يربيهم احسن تربيه والفنان راح يجي هذا من يجي من ربي هذا هو الفن هذه هي الشان عندك الصح في هذه الوالده ربي يطول في عمرها ان شاء الله ربي يخليها الله يشافيها ان شاء الله دائما معها ثاني نمشيو نزوروها نقعدوا معها وهذا هو هذيك هي البنه تاع رمضان مع الوالدين ومع المساكين ثاني كاين اللي مقلقين يقول لك جو بريفير نقعد نبلع على روحي خير من اللي يخرج من المشاكل نبلع على روحي خير من اللي يخرج من المشاكل اكزاكتو جو بريفير جو ريست نيشان ايزولي خمن اللي نوض ندير المشاكل صح هي للاسف هي نورمالمون هي رمضان شهر التوبه والغفران والدين نورمالمون ما نتعصبوش فيه وما ندابسوش فيه خاصه الوقت من السته ديك الساعه تاع المغرب يجي تشوف مشاكل في بعض الاحياء والمشاكل يعني اللي والله العظيم يحسوا في شهر رمضان الله ماشي ماشي الله يهديهم الله يهديهم كنتمنوا احنا سيرتو مع اواخر رمضان نتمنوا ما يكملش خلاص صح بعد يحلى يحلى شوف كاع العائلة الجزائرية الشهر رمضان تستناه تستناه اللي يغسل اللي يصبغ اللي يعلق لي زور اللي بريباراسيون قبل رمضان هذا باسكو علاش يستناو هذاك الشهر الفضيل الشهر المعظم الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم هذا هو الشهر كاع الناس تستناه ماشي تصوم غير على الماكله لا ولا باش تزوق طابلتك ولا يلقي يكون عندك الايمان عندك القوه على صلاتك على عبادك على كلمه طيبه على الخير على بزاف صوالح وربي يخلينا على قلوبنا يعطيك الصحه خويا حمي رحنا من الكوزينه وكملنا بغينا نعرفوا برك جديد خويا حمي اش راه يوجد لنا واش يوجد لنا جديد تاعك في الجديد على بالي باللي رحنا فتنا في هذه لابيريود شويه شويه صعيبه صعيبه على الفنانين صعيبه على الفنانين وكانت صعيبه بزاف على بعض الفنانين جدي باسي لا ماجوريتي مي كانت صعيبه بزاف والفنان شويه ما كانش نقاطعك في هذا الشيء ما كانش صعيبه غير على الفنان
على صعيبة كاع الناس، كاين الناس مسكين يخدم في قهوة حقا والقهوة بلعت، كاين اللي خدار يبلع الخضرة، كاين اللي باركي، كاين اللي كراو كاري اللي ماكازان بلعوا، بزاف ناس طاحوا فايت مساكين ماهوش غير للفنان، صح كانت على كاع لو موند العالم. انا نعرف ناس بلوزينات تاعهم ايزون ديكلاري فايت وخرجوا العمال، كاين اللي كان عنده 2000 بيرسون يخدم يقول لك لا انا من هذه 2000 نقردي 100 ما عنديش باش نخلص، ما عنده خلاص ما عنده خلاص والله ما يشكو والله القناعه تلعب دور يكون قانع والله قانع مع الله تعالى بصح معليش من بعد العسر يسر ان شاء الله يا ربي يفرج عليهم يا ربي فرجك على أمة محمد ان شاء الله. انا لاحظت الحق مو بيرسونيل كنا انت معليش في الدار يعطيك الصحه ديفا في الدار كي راك داير راك لاباس ما يخصك والو يعيط لك الاخر تعاود تعيط للميوزيسيان هذاك تعيط لهذاك ونتعيطوا بعضنا ونتعاونوا بالكامل. كاين كاين بزاف الفنانين اللي غير في الدار غير باغ تيليفون كانت عندهم ان كونتاكت مع كتاب الكلمات انا غادي ندير لهم كل خطره في ديارهم باردون معليش ميمة لم يا بنتي معليش ميمة غادي كل خطره نعرض دي زارتيس عندي في البيت ان شاء الله ان شاء الله الرحمن الرحيم صح كل مره نعرض فنانين في بيتي ونسقسيهم شكاين شمكان ان شاء الله عافاك الحاجه بلي قلبك كبير قلبك كبير قلبك كبير عرضتني عندي 15 يوم عرضتني بساعة تعاوديها ماشي محدوده انا معروف فيك واش الناس تشهد عليك الله يبارك الله يبارك قلبها كبير نورتي لنا وهرا وبختها وكاع كل الفنانين ربي يخليك طول عمرك ربي يخليك بوجودكم بحضوركم ربي يخليك طول عمرك ثاني زعما سا سي لا فيريتي وكل فنانين الجزائر ميم نخرج على وها نروحوا بور دوتر ارتيست سور الجي ولا سور كونستانتين ولا الصحراء باختو 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 يعطيك الصحه تحياتي لكل الاسره الفنيه الفنيه الحمد لله تحياتنا لك صفقوا عليها الحمد لله ياسر حمي حمي ماذا بك مي راك معانا ان شاء الله نسمعوا لا فوا تاعك شحال ما سمعناهاش تعطينا اكابيلا كيما راك ما نديرونجوك ما والو نديروا شي حاجه نديروا على حاجه وهرانيه التراث تاعنا وهرانيه بلادنا بوكو با وانا جو سي ان شونتور انتربريت مو جي انتربريت ان بيتي بو تو لي ليستي شويه الله يبارك انا في وهران ونتفكروا ثاني المرحومين فنانين عمالقه نتاع مدينه وهران الله يرحمهم الله يرحمهم واللي باقي على الحياه ان شاء الله ربي يخليهم امين ربي يخلي اللي راهم باقيين يا عجب دلعجب فوق العجب وما بقات محبة وقلب من يستحب ومن تصيب وجبة تصيب قلبه صلب ومن يقولوا رقبة بكل هم من طرب كل شي بالنوبة كل شي بالنوبة كل شي بالنوبة ومن غلب ينغلب والزمان عقوبة والزمان عقوبة والزمان عقوبة والزمان عقوبة وفارس وفارس اللي يركب الله يبارك الله يعطيك الصحة الله يرحمك 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 الله يسلمك ويطول عمرك الشرف ليا اللي راني حاضر معاك الله يخليك شرف لينا كبير اللي راك معنا يعطيك الصحة يرحم الاستاذ تاعنا احمد وهبي وبلاوي هواري هواري ربي يرحمهم ربي يرحمهم ربي يرحم كاع موتانا موتانا الله يرحمهم اجمعين امتي محمد الجامعي اجمعين ضيوفنا الكرام احنا في حصتنا هذه قعده العيله عندنا فقرات موضوعنا اليوم موضوع هو السياحه في الجزائر قبل ما نفوتوا هذا الموضوع عندنا واحد الفقره صغيره نلعبوها مع الضيوف تاعنا هي الالغاز هي غادي نعطيكم تخيروا لغز تفضلي حليمه اعطي الهواري يخير اللغز بصح الا قلت تخلط هواري يا ديرناش يجي خلط خلص 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 ما ديرهاش غير هكا فوالا خلط خلط ورفد صحيح مليح عرفت عرفت الزوج لا غير وحده غير وحده رد رد غير وحده اقراها انا اقراها كيما تبغي اقراها مزيج تقاري كلش قاري تحشموني معليش نقرا لك جانا ضيف ضيفناه من الفرحه كتفناه
صاي صاي هذه عليك دواري ضيفنا وام الفرحه حسن ارسلني اقريها له واه جانا ضيف ضيفناه ام الفرحه كتفناه يلا قولها لنا شو نقول هذا لغز اعطينا 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 الحل شو الفرحه كتفتوني بولادي يعني كوني قاعد غير في الدار لا لا لا, لا. جانا ضيف ضيفناه استاذ الفرحه كتفناه ام الفرحه كتفناه الفرحه كتفناه رحبنا به لا ضيف هذا ضيف 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 كي جا ضيفوه كي جا ضيفوه تلموا اللي فرحوا به كتفوه نقولها لك كي يقولوا الختان لا. لا لا انا نقول راك نسهلها قريب ما بغيتوش بختة ما عرفتيهاش ما عرفتهاش انتي ثاني عرفتها انا صح انتي راكي معايا ما عرفتهاش ما عرف هواري والو جانا ضيف ابصح خلينا نخمو شويه ما خلي ما كان عاد دي سيكوند ما كان والو غادي نقعدوا معاك عنا خممت شويه ما عرفتهاش الله يجعل بها صاي نقولوها لك فوالا ماشي بيبي مولود لا شوف سي ام بيبي فوالا كي جات قماطه تاع الغريه قماطه قمطناها قماطه بيبي نيشان بيبي رحبتو كتبنا عندي ريحه انا شو ضياف ضيفتهم وكتبتهم انا مكتب ربعه فوالا برافو شادي الله يعطيك الصحه هواري كذبتها لا عندك فيتيتي مشي عمره بسكليت ها الكوفي قال لك ما تخرجوش بالواطه خرج غير بالبيت خلط حمي خلط رفتي لها ديرك وعز هاك خلط حمي ايش بدي هاك يا اختي تاعك بسم الله بسم الله طيري حوام في راسه حديد كل ما يحوم يجيب علام جديد طيري حوام في راسه حديد كل ما يحوم يجيب كلام جديد هذا اللغة شوية صعب هذا يجيب كلام جديد يجيب كلام جديد واه طيري حوام في راسه حديد كل ما يحوم يجيب كلام جديد شوية صعب هذا شوية بصح مستغالي ما واه طيارة خليها الناس مستغالي منها مستغالي ما أنا فوت فيها أيامات مليحة يسلمك ربي يخليك تحية للناس مستغالي يسلمك نحيوهم خمم تشوف شوية عاوني هنا ما عرفش عاوني طيري حوام في راسه حديد في راسه حديد كل ما يحوم يجيب كلام جديد انا نورمالمون عرفتها خاطر قالوها قدامي و كل ما ايوا ولا ما عرفهاش قوليها لنا قوليها لنا اختي رانا مشوقين معليش ستيلو قلم 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 راسه حديد راسه حديد طيري حوام في راسه حديد كل ما يحوم يجيب كلام جديد يعطيك الصحه ستيلو بيك ستيلو بيك ستيلو بيك ستيلو بيك قعدة العائلة كما قلنا ضيوفنا الكرام موضوعنا اليوم موضوع السياحة في الجزائر وحليمة تعطينا نبذة للسياحة كي راهي دايرة في وهران وفي الجزائر والله العظيم السياحة احنا عندنا شوفي تقدري تقولي اوني اون سيكيريتي الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رمضان شتي تاع العام اللي فات صح كانت ربي دانا هذاك المرض ان شاء الله يرفد علينا الوباء ان شاء الله فوتنا في ديارنا مع عائلتنا لو العام اللي فات شفتي كان واحد الامن واحد لا كونفيونس الناس تخرج برا في الطريق هذيك تاع سيدي محمد يخرجوا اونفان يجيبوا سحورهم يجيبوا ماكلتهم دراري بلي فيلو تاعهم يسيبوا ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك باختو سي كومبلي باختو القهاوي معمرين باش تعرفي باللي كاين الامان الامان واه سا سي لو بليز امبورتون كاين الامان عندنا سياحه كبيره في وهران شفتي من ما خرجوش هذا العام الناس كلها راحت لتغييت كلها راحت لبشار كلها راحت من صب الثلج الناس كلها راحت للشريعه شفتي سي بو سي بلادنا شابه ما شاء الله بلادنا بلادنا شابه بزاف وفيها بلايص
اللي بالك اللي زادوا ما يعرفوهاش. صح صح اللي عاد ديكوفراو هاد البلاد ملي صرا هاد الكونفيرمون هذا شفت الناس ولات تخرج ولا تشوف ولا انا شفتهم الصيف كومبلي الناس تقول لك راني غاديه كاين اللي راح لواحد البحر مجيت سيدي مجيد تنس مجيد تنس واو. تنس سي بو مستغالي ثاني عندكم كاين اللي خدام كاين جيبور كاين لي زوندالوز يروحوا شي هذوك كاين عندنا بلايص شابين وسعيديه وسعيديه ما شاء الله يروحوا البورسي بورسي تحب مغنيه وكل شيء هنا سحب لا كورنيش كاع رايحين لي زوندالوز حاطين الكفوف تاعهم وقاعدين مع العائلات هنا تعرف باللي عندنا سياحة كبيرة وعندك وين تروح وعندك وين تحوس بالأمان والضمان بالأمان والضمان حتى الأسرة الجزائرية مضيافة مضيافة أي بلاصة لابخوف كرمة كرمة لابخوف يجيبوا قلت لك سحورهم ماكلتهم ويقعدوا عائلة طابلة ما نقول لك شحال فيها ما نقول لك وهذا شيء عظيم عظيم للأسرة الجزائرية العائلة الجزائرية عندهم واحد المحنة على بعضهم بعض تشوفوا تروحوا الشريعة والله يا في دي جون اللي طاحوا اون بان وما عندهمش الدراهم قالوا لهم كلوا وشربوا ورقدوا وروحوا من صغر ان اوركستر فوالا لا ميوزيك اندالوز دورا تعتقدات الشيخ الاستاذ بالمرح ميسي بالمرح ميسي بالمرح فؤاد تحيه وحيو تحيه سان غون سان غون وي سان غون نتمنى ان شاء الله يكون حاضر معنا في كلكو بلاطو ان شاء الله ان شاء الله بربي مشينا بوغ ان ايشونج كولتيغيل في بجايه تبارك الله اون ايتي 23 الله يبارك 23 الاخر كان عندي واحد الصديق كان يقرا معايا من في مستغانم هو من بجايه كي مشينا وصلنا وقلت له اودي راني هنا وكان رمضان قلت له راني هنايا وقال لي غدوه تفطروا عندي تفطر عندي انا درت في بالي نفطر انا نمشي انا واه كي جا وقت الفطور باش جا العشيه يدينا يديني قال لي باش تجي تفطر تجو تفطروا تا ودي سامحني احنا جميع رانا 23 الله يبارك واه صدقيني يا الحاجه صلاح لك حرص عليا باش نمشي وكاع ركبنا في الكار ومشينا لهذاك لو كارتي تاعهم لقينا الديبان الدار كاع محلولين محلولين صافي بليزيا هو الله يبارك كاع يقولوا لنا ارواح ودخلوا منا الاخر يقول الله يبارك الله يبارك هذه عمري ما ننساها صافي تقول لها يا الجزائريين هذه هي الجزائر يقول لك واحد المثل المثل هذا الناس الجزائر معروفين بالكرامه كرمه وضيفهم ما يقعد برا يقعد برا والله يا بخت حتى في برشلونه وجزائريين انا واحد من الناس استقبلوني ورفدونا وكفوا معنا عطوني حتى السياره واو سي فري قالوا لي هذه تروح حطها هاوي الله ينعم بلاد هضرنا على السياحه عندنا بلاد شابه بزاف بزاف واو عندنا بلاد شابه بزاف وكي تخرج مع عائلتك باردون ما تخافش خلاص لا كاين الامان نحيي رجال الشرطه اللي يوقفوا وشفت كاين امان كاين امان كاين امان بلادنا مضيافه الحمد لله ثقيله وغاليه وعزيزه بزاف بزاف خصنا بزاف بزاف خصنا نزيدوا ما نحبسوش ما نقولوش غير هنا خصنا نزيدوا شفت ما شاء الله راهم كاينين دي غون زوتيل راهم كاينين دي ريستورون شوف ما شاء الله تروح انت والعائله شتا تيوا انت مازال كاع ما نزلت من اللوطو تاعك وهما تفضل مرحبا بك مرحبا بك الله يرحمكم الحمد لله بلادنا بلاد سياحه الحمد لله يا رب نذكروا ثاني لو بلاطو الهضاب العليا الجنفه البيض هذو ثاني ما نسوهمش كبيره كبيره سي ميرفي كبرت كبرت منو قلتها لهم قبيلتينا قلت لهم كنا 48 ولايه اوني 58 ولايه بارك الله رانا 58 ولايه بارك الله كل ولايه عندها واش نقول لك ماهوش عندهم كما قلتها ماهوش عندهم اليدين اللي مفتوحين القلب اللي مفتوح وقلبهم كبير كي يعرضك يعرضك تروح تحوس تاكل تشرب بلا ما عندك والو بصح نهضروا على وهرنا ثاني وهرن
يقول لك بلي بهارنا انتوما دائما تستقبلوا مليه كرمة احنا كرمة الجزائر كلها كلها كلها. نعطيك واحدة النقطة غير شوية نخفف. رمضان تاع العام اللي فات كاع لي زوطوغوت يحبسوك في الطريق باش يعطوك السبيل. السبيل واحد فطر في الطريق حكيتها وي والله سا سي بو سي فريمون باش تشوف يحبسك هاك يحبس في وسط الطريق باش تفطر الشرق غرب كاع واه هذا الحمد لله صافي بليز فضل يرجع لله تعالى سبحانه. مره خطره ما قالت عييتي والزوجه قلت عينك مع رمضان يعيف جاهدوا فيه قلت لها ما نوضي قلت لها في كل قنت طابله مائده افطاريه الدور مدور ونجو بلا 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 ونحيوا رجال الامن اللي واقفين ويعسونا ونخرجوا في الليل زعما محظوظين الحمد لله الله يسلمك وانتم ثاني صحه فطوركم وصحه رمضانكم يسلمك مرحبا بك معنا دايا يسلمك الوغ حليمه مشاهدينا الكرام اللي ما على بالكمش دايا سي لا سيليس دو لاميا بطوش هي اللي راهي تلبسها بيان سيغ شرف ليا يسلمك كما راكم تشوفوا لي توني تاعي اللي راني نلبسهم في قعده العائله لا بليبار تاع لي توني سي دايا ستيل هي اللي تلبسني الله يعطيك الصحه فريمون عندها دي الصحه ما شاء الله لا فينيسيون الخدمه على حسابك انت ميرسي الله يخليك الله يسلمك ميرسي بوكو ما شاء الله اونكور اون فوا اي سا ما في ان غون بليزير اللي راكي معنا هنا ولبيتي الدعوه تاعنا وجيتي هنا اليوم معنا والي جان ثاني واه صغيره جوستومون احنا دابيتي تشوفوا الخياطات تاع كبارات جوستومون غادي نسالها صغيره حميدين تو تليفون تاع واحد بعد غادي نسالنا كاع وكو غادي تليفون مرحبا صافي نكملوا نعطوكم لي كونتاكت ان شاء الله بربي ان شاء الله تفضلي حليمه دايا انت صغيره بزاف على الخياطه على حسب ماني نشوف ورديها عائله من عند ايه مورثه هذه عندنا في العائله هذه ماميغ كانت خياطه كوتوريا وي في التقليدي ولا في التقليدي هي كانت متخصصه بوكو بلوس في البلوزه ما شاء الله الله يبارك ما شاء الله الله يبارك الله يبارك مي انا بغيت نزيد نطورها وي رديتيها موديغ رجعتها موديغ الله يبارك يعطيك الصحة من الحفلة اللي راكي لابستها حليمه قفطان هذا سي تان شوفي راهي عطيته واحد اللمسه حلوه راهي عطيته اون غودي سواغي اون ميم تان كافطان يعطيك الصحة حاجة موديغ فيه لو ترافاي فلودو ومنا منا يبان غودي سواغي يعطيك الصحة الله يسلمك الله يسلمك جيمي بوكو لا توني تاع لو بوتي كاراكو افيك لا جيب اون تويل اون تويل وي وي ما شاء الله ما شاء الله يعطيك الصحة ما شاء الله راكي قال لك القالب يغلب ربي يخليك طول عمرك ربي يخليك دايا جبت معاها ثاني لبسات جدد نشوفوا كافطون شتنا كراكو تشكيله مصغره تشكيله مصغره بصح شابه بزاف يتفضلوا معنا العارضات نشوفوا قش دايا ستيل دايا ستيل دايا دايا اللي بغى يتصل بيك دايا عندك فيسبوك عندك انستغرام فيسبوك ما شاء الله هضري لنا على هذه اللبسه دايا اللي تخي هذا كراكو افيك اون جوب بلا دونتيل شايتي وي وي جوب جوب ça c'est du brocart Non, هذا ساتان دو فرانس ساتان دو فرانس بيرلي نخدموا دي بيس اونيك سافي دور موديل ما نعاودوهش هذا باش متميزه دار الازياء تاعنا صحيح ان شاء الله هذا باش متميزه اون بيس اون بيس اون بيس واه برافو واه برافو باسكو بغيت نقول باللي لي توني اللي تخدمهم حاجه واحده برك غير كما نقولوا حبه وحده وما تخدم ما تخدمش عند يعطيك الصحه ما تسيبيش وحده لابستها ولا وحده برك لوجيان توني
ان تي كافتو هذا دا كيريكو 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 هذا بسروال مدور السروال مدور مدور السروال مدور هاد لي تسوسي تاع السروال دايا نسيت كي يسموه موسلين هادي بصح راني نشوف فيها موسلين سيغوم فيها هذوك اللي يعطيك الصحه الله يبارك بيان سي دا موسلين ما شاء الله عليك ما شاء الله الله يبارك باسكو انا نشوفوا فيها هذوك هذوك اللي يسموهم السيغوم داكوغ لي تاع السيغوم الله يبارك دايا تخدمي البلوزه ولا غير لي كافطون سي نخدموا البلوزه وهرانيات باش معروفين بالبلوزه بالبلوزه ستيل تاع عمك راكي تخدمي موديل وما كنتش تخدمي البلوزه لا 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 توجور قاعدين في البلوزه هذه منصوري هذه منصوريه سي بو ميم لا كولور لا كولور ميم هذه ميم تنجم تقلع الفوقاني تلبس التحتاني كوم ان كافطون كوم ان كافطون سي ان كافطون دو دو بيس دو بيس فوالا ان كافطون اي سا سي ساتان ساتان دوشيز ولا ساتان سوا ساتان سوا ساتان تحتيه ما شاء الله الله يبارك الله يبارك الله يبارك ان شاء الله ان شاء الله ما شاء الله الله يبارك يعطيك الصحة دايا والله ما شاء الله من تحتينا بهذا لي توني ما شاء الله كيما انت شوي با ولي توني تاعك كامل شابين عندك لمسات فريمون يعطيك الصحة والله العظيم الله يسلمك دايا دايا اللي يبغي يجي عندك الخيط انستغرام فيسبوك عطينا انستغرام قولي لهم دايا ستيل كوتور داكور دايا ستيل كوتور دايا ستيل كوتور انستغرام انستغرام ولا فيسبوك دايا قعدي كيما راكي تسحري معنا شويه ترفيه روحوا مع واري وجد روحك واري وغير نسى عندك برجل ما كانش لا غير نسى غير نسى احنا ما ندوش دايا غير نسى احنا ثاني ماذا بينا معليش مي تلبس مرتك تزيد ديجا ان شاء الله ان شاء الله دايا تقعد تجوج داويه ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يرزق علينا وعليكم امين يا ربي انا نحب البلوزه الوهرانيه نحبها بزاف ما ضربتش لها يرحمك البلوزه طوزا طوزا البلوزه والبلوزه سي سي دون لو سون سي بو سي بو سي دون لو سون ورتوها من وي سي لا فام سون بروب دو مو فالور ابسولو لا فيمينيتي ما تقدرش العروسه تخرج بلا بلوزه حكيتها كيما امبوسيبل هذه ما كايناش هي الاساس البلوزه اوبليغاتوار سي دون لو في الدار دي فوا ميم في الدار مع الدور قدام ديري معنا شويه دايا غادي نشوي نحمي ان شاء الله شوف ما كاينش مشكل مرحبا ديري معنا شويه غادي يقول لنا عندك العرف حنا بلا ما ندخلوا انستغرام مرحبا شو ديرك مية وبختة انا نوريكم ونديكم يا باتيو بالمناسبه بغيت نشكر لا ماما عندها خدمه راقيه نظيفه تري فين عندها اون فينيسيون لا فينيسيون انا تعجبني غير معروفه بلا فينيسيون لا فينيسيون لا فينيسيون ما شاء الله عليك اكزاكتومون بيان سور فن 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 ماشي غير في الفن الفن في الطبخ في الخياطه في كل في كلش الفن في كلش باسكو الفن سي كوا حاجه كي تبغيها تفنن فيها راك فاهم كي تبغي حاجه تفنن فيها سواء الانسان الناجح كيفنن في حاجه اللي يبغيها هذه هي يبدع فيها تنجح اختي باسكو تفنن يجوها افكار يجوها دونك تبدع لا روب لي تري جولي شوفي عطاتها واحد اللمسه حاجه كاع واحد اخرى حاجه كاع واحد اخرى ان كافتون ان بوتي كافتون كافتون رداتها ان روب دي سواري مي لو ديغيغ سي ان كافتون معليش نشوفوا تنوضي باش نشوفوا حنا لو ديغيغ دي ان تي تور هكا نشوفوا لو دو شوفوا لو دو فوالا ريغاردي بالعقيقات و هذه وهرانيه حاجه وي 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 متغنينا غني على حساب وهران ما شاء الله الله يبارك 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 55 بالمناسبه بغيت نحيي لا مامون تاع دايا نقولها طاطا ربي يطول في عمرك و نحيوها بزاف باسكو هي ديجا اللي عطاتهم الحرفه يعطيك الصحه هي اللي عطاتهم الحرفه صح اكزاكتومون نحيوها بالمناسبه ونقولها صحه فطورك وصحه رمضانك وربي يخليكم ربي يخليها لكم ان شاء الله يا ربي يسلمك دايا دايا بروفيتي على من تسلمي هذا رمضان لي ديديكاس تاعك ديديكاس على مراتي نسلمك كما قلتي على الوالده هي الاولى ربي يخليها نشكرها بزاف فضلها اللي وصلت لهذا الشيء اللي راني فيه الحمد لله بوكو بلوس مي سور برادر وات تاعي الله يبارك وكثر لي على لي الصغيره ربي يخليهم نحيوهم بالمناسبه بيان سور ربي يخليهم ربي يخليهم لك يطول في عمرك وشكرا
اللي جيتي معنا وراكي معنا اليوم. شرف لينا كبير. شهرتينا شهرتينا لميا. ربي يخليك يطور عمرك بوجودكم الحاجة. شوفي كي جرايه منوره. ربي يخليك منوره بوجودكم. والله الا بوجودكم الحاجة ربي يخليك طول عمرك. يسلمك دايا راكي معنا. راكي معايا دايا قعدي معنا هواري نوض رفهنا شويه متعنا نبدلوا شويه هواري متعنا خويا من خياطه روحوا للجديد روحوا للغنى جديد انتوما ما كاينش جديد تفضل معنا بغينا نسمعوا كل تجي خاوي سمعنا سمعنا الجديد تاعك انا هاد الاغنيه حبيت نهديها كاين شي عرايس مساكين رانا في عامين كما يقول لك هما معربنينا بيقارعونا مساكين ويتحضروا على راسهم واه واه بزاف مساكين الله غالب واه نهدروا مع هاد الاغاني مساكين نقول لهم ان شاء الله معليش الصبر معليش وربي يحيي روح الصبر ونفرحوا كاع وتولي بلادنا كما كانت وربي بعد عين هذا الوباء ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله معنا سي هو تفضل سي هو قعدة العائلة صحة هواري متحتنا بهذه الأغنية زهيتنا هذه بديها قال العرايس اليوم يقارعوا مساكين وليت زوجوا ديروا العرس في ديارهم مساكين
نقول لهم كل شيء مبارك عليكم وان شاء الله مازال تولي يمنا وتولي بلادنا كيما كانت ان شاء الله معاكم ان شاء الله ان شاء الله الوغ هواري على من تسلم خويا هذا سيدنا رمضان بيان سور الاولى عليكم على الشعب الجزائري الامه العربيه كاع والام تاعي اللي ما نساها ما تروح من بالي وكل امهاتنا حتى امها انايا ربي يخليها لنا كل امهات الجزائر الله يشافيها من هذا المنبر يا مريضه ربي يشافيها الزوجه الاولاد العائله كاع تاعي لا فامي سي علي بوري نسابي جوارين كاع كاع اللي يعرفونا من بعيد ولا من قريب نقول لهم صحه رمضانكم وان شاء الله اللي عنده مريض ربي يشافيه واللي مات الله يرحمه وان شاء الله يحفظنا للبلاد وان شاء الله اللي يدخل علينا بالصحه والعافيه امين يا ربي ربي يخليك واري شكرا لحفظك سي حمي سي حمي قبل غادي دير ديديكاس تاعك وما نطلقوكش كيما هكا تنوض تغني لنا تعطينا جديد تاعك تعطينا حاجه جديده ان شاء الله على من تسلم حمي ونسلم عليكم وانا فرحان بزاف اليوم فريمون سعيد بزاف بلقاكم نسلم على الوالده ربي يخليها ربي يخليها لنا ربي يشافيها ويشافي جميع المرضى امين يا ربي نسلم على الزوجه الكريمه ربي يخليها على بناتي عندي احلام منافسه ان شاء الله طوال العمر والدراسه ان شاء الله ربي يوفق كل وليدات المسلمين ان شاء الله يا ربي الله يفرحك بهم خوتي اللي عندي في الخارج في كندا عندي محي الدين اختي نوريه في فرنسا خويا مختار كذلك وهذه هي نسلم على كل الامه الاسلاميه الجزائريه كل الجاليه الجزائريه حقا نسلموا عليهم مساكين ونقول لهم رمضان كريم عليكم رمضان كريم ان شاء الله نتمنوا ان شاء الله الصحه والعافيه لكل الشعب الجزائري امين يا ربي ان شاء الله وبلادنا دائما عاليه ان شاء الله وزاهره ان شاء الله زيد عليشان ان شاء الله امين 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 نتمنوا ان شاء الله الازدهار والرقي والحمد لله ونقدروا نزيد نزيد ونزيد ان شاء الله اذا احبتي الكرام جمهوري الكريم وصلنا لختام الحصة تاعكم المحبوبة لمة العيلة نتلاقوا غدوة إن شاء الله في نفس الموعد لكن ما تزابوش قعدوا معنا نسمعوا الأغنية تاع حمي تفضل معنا حمي شكرا قعدة العيلة مرحبا بشيوخ زمان مهران الباهية مهران الباهية مهران الباهية ليلي ونهارك الزاهية سلم على الناس الحمري يضيفوا في ولك الشام مهران الباهية تونس عالية الجزائر غالية ونهارك الزاهية مهران الباهية مهران الباهية مهران الباهية ليلة ونهارك الزاهية تبارك الله على عرسنا وعرسنا الله Yeah.